بحد والله بتذكر يعني كل شيء، فمشان هيك لساتي عم زعلانة. والله قبل الحرب كانت كتير حلوة، كنا كتير مبسوطين عند خال بيتنا، وبعدين رحنا خبر كنت دفتلي؟ أنا من حلب، وبعدين طلعنا عفرين رحنا عند خالتي، كمان كنا مبسوطين. عم بلش صار يزتوا قذايف وشي، عم واحدة دخلت ورا بيت خالتي. وبلشت بعفرين أبلش أدرس. فأنا يعني هلا شايفة كتير حرب عفرين وحلب وهي